ولمتابعة أكثر تفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود بعد التحية، يعني ماذا تنتظرون أن يقدمه فيليب لازاريني بعد وصوله إلى العريش وتتوقعون، وإلى أي سيناريوهات نتجه بعد 100 يوم من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني القاتن في قطاع غزة بمحافظاته الخمس؟ يعني ما ننتظره أولا من المجتمع الدولي في المقام الأول وبشكل عاجل غير وقف إطلاق النار، لأنه هذه هي الأولوية الأولى، أن يتم تأمين وصول الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى المواطنين المحاصرين تحت النار في قطاع غزة. هناك كارثة إنسانية بكل ما في الكلمة من معنى يعيشها قطاع غزة في هذه الأيام. نعم. القصف الإسرائيلي من جهة، تدمير أكثر من 70% من البيوت والبنية التحتية، انقطاع الإمدادات، يعني نسبة ما يصل إلى قطاع غزة من الاحتياجات الأساس اليومية لا يتعدى 6-7% من احتياجات القطاع. هذا يعني أننا أمام كارثة مزدوجة بين القصف الإسرائيلي والجوع والحاجة ونقص الإمدادات الغذائية والدوائية ونقص الماء ونقص الكهرباء ونقص الوقود. منذ 100 يوم الكهرباء مقطوعة عن قطاع غزة. منذ 100 يوم الناس يعيشون ظروفا مأساوية، بالكاد يحصل المواطن الفلسطيني على وجبة إذا حصل عليها كل 24 ساعة. هذا فضلا عن نقص حليب الأطفال، نقص الدواء، نقص الماء الصالح للشرب. المطلوب من وكالة الغوث على وجه التحديد القيام بمسؤولياتها، خصوصا أن أكثر من 70% إن لم يكن أكثر من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين الذين يحتاجون إلى إمدادات وكالة الغوث. هذا هو المطلوب الآن. المطلوب أيضا من المجتمع الدولي أن ينتصر للقانون الدولي. هناك قضية مرفوعة الآن أمام محكمة العدل الدولية، مطلوب تطبيق القانون الدولي. نحن لا نطالب لا أكثر ولا أقل، فقط تطبيق. ماذا تتوقع بعد التضامن العربي مع جنوب أفريقيا في دعواها التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي ضد المحتل الإسرائيلي، وما توقعاتكم في داخل السلطة الوطنية الفلسطينية؟ من الطبيعي أن يكون الموقف العربي منحازا إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، لأن القضية تعبر عن الحق والعدل والقيم الإنسانية. صحيح أنه المجتمع الدولي الاستعماري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لا تقيم وزنا لهذه اللغة، لغة القانون والمبادئ، ولكن هناك في العالم من يحترم هذه اللغة، وعلى رأسهم الآن جنوب أفريقيا التي تتصدر وتتقدم الصفوف وترفع هذه الدعوة لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب الإبادة الجماعية. ننتظر قرار المحكمة، والذي نأمل أن يكون منتصر للحق والعدل والقانون. صحيح أنه ممكن قرار المحكمة لا يجد قوة التنفيذ، قوة التطبيق، لأنه يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، ولكن على الأقل هو انتصار معنوي، انتصار قانوني، تأكيد على حضور الرواية الفلسطينية و انتصار الرواية الفلسطينية التي أصبحت اليوم تحتل مركز الصدارة في الوعي الإنساني. انتصار الرواية الفلسطينية والعربية على الرواية الصهيونية المختلقة الكاذبة سيكون مقدمة للتأثير في الرأي العام، والرأي العام سيؤثر في صناع القرار، وكما حدث مع جنوب أفريقيا بالذات عندما تصدت لنظام الفصل العنصري. الرأي العام أثر على صناع القرار، تغير القرار فسقط نظام الفصل العنصري. الآن نحن بانتظار نفس السيناريو لكي يسقط الاحتلال الإسرائيلي مرة واحدة وإلى الأبد، وينتهي هذا الاحتلال ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه. نعم، وهنا ما دمنا نتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني لابد ألا ننسى أهلنا في فلسطين في الضفة الغربية بمحافظاتها المختلفة، وما تعرضوا له من 100 يوم أيضا من تنكيل واختطاف وحبس وقمع وأعمال عنف من جانب المحتل الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
إلى أي السيناريوهات دكتور محمود نتجه بعد 100 يوم من العدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة بالكامل بمحافظاته الخمس، وأيضا على جانب آخر على الضفة الغربية بمحافظاتها؟ الشعب الفلسطيني بأسره في القدس العاصمة المحتلة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يتعرض لنفس العدوان، لنفس الانتهاكات العنصرية، لنفس حرب الإبادة، لنفس محاولات الاجتثاث والتهجير، نفس العدو، نفس القصف، نفس الأدوات القذرة التي يستخدمها هذا الاحتلال في حربه ضد الشعب الفلسطيني. ما يجري في الضفة الغربية هو ذاته ما يجري في قطاع غزة. طبعا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني هو نفسه ذات الواقع تحت الاحتلال وتحت ظلم الاحتلال، ولكن الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء، مصمم على الانتصار، مصمم على التمسك بالأرض، ولن يتزحزح الشعب الفلسطيني عن حقوقه، وعاجلا أو آجلا هذا الاحتلال سيزول وسيتمكن الشعب الفلسطيني في كل الأرض الفلسطينية من انتزاع حقوقه، من إنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. نعم دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أيضا يجب يعني أن نسأل حضرتك وحضرتك معنا على الهواء عن آخر قمة عقدت في العقبة ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس أبو مازن وملك الأردن المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله، يعني وهذه هي كانت القمة الثالثة على مدار أقل من عام، وهذه القمة أيضا صاحبت وجود بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة للمرة الرابعة في شهور عدة، بما تفسر هذا يعني هذا التوافق في هذا التوقيت، وأيضا ما بعد التوقيت ما النتائج أو عن ماذا ستسفر هذه القمة الأخيرة وعلى الأرض خاصة مع مسألة توحيد مسار الضفة غزة؟ أولا هذه القمة الثلاثية هي جزء من الحراك والتنسيق والتشاور العربي المستمر. القيادة الفلسطينية تدرك بأنه لابد لها أن تكون على تواصل تام مع العمق العربي، العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي. هذه القمة تأتي في ذات السياق، جزء من التنسيق العربي الآن ثلاثي، نأمل أن يكون أن يتسع هذا التشاور العربي، أن يتسع هذا التنسيق العربي ليشمل دول أخرى وازنة ومؤثرة في المنطقة وبالذات في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لنخرج بموقف عربي واحد موحد منسجم مكثف في مواجهة المجتمع الدولي في الحراك على الساحة الدولية. هناك أيضا بالتوازي مع ذلك مجموعة وزارية عربية إسلامية تقودها المملكة العربية السعودية انبثقت عن قمة الرياض الأخيرة تتحرك في نفس الاتجاه. هذه الحركة العربية الإسلامية المنسقة الهدف منها هو توحيد الموقف ومخاطبة العالم بلغة واحدة بموقف واحد والتأكيد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات المختلفة وعلى رأس التحدي الإسرائيلي المتعلق بالقضية الفلسطينية. وهنا أيضا سؤال آخر دكتور محمود، بما تفسر الموقف العربي والمصري والأردني الثابت من القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول من أكثر من 100 يوم ومن قبلها منذ نشأة هذه القضية وهذا الصراع، وتغير في المواقف وتذبذب في مواقف الرؤساء الحكومات والدول الذين زاروا المنطقة وزاروا الدول الجوار سواء المملكة الأردنية أو مصر أو السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وحدة الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية، وحدة الجهد العربي والإسلامي سوف تجبر دول العالم على احترام المواقف العربية وعلى احترام الرؤى العربية. ورأينا ما بين بدء العدوان 7 من أكتوبر إلى الآن هناك تغير لافت سواء على صعيد مواقف كثير من الدول التي انحازت في بداية العدوان لصالح إسرائيل. لكن وحدة الموقف العربي وانتصار الرواية العربية والجهد العربي المشترك والجهد الفلسطيني الدبلوماسي والقانوني والإعلامي والجهد العربي المنسق والقمم العربية المختلفة والتشاور العربي، هذا أدى إلى تحول في مواقف كثير من الدول بالذات في دول بعض دول أوروبا في شعوب
كثير من العالم بدأت تنحاز وتدرك حقيقة ما يجري. هذا الجهد العربي الموحد سوف يجبر العالم على تبني الرواية العربية وتبني الرؤية العربية، لأنه إذا رحنا للعالم بموقف مختلف متناقض العالم لن يحترم ولن يستمع إليه. لكن إذا ذهبنا إلى العالم بموقف واحد منسق متفق موحد، أعتقد أننا سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في إقناع الرأي العام العالمي الرسمي والشعبي بروايتنا ورؤيتنا. نعم، وستظل هي قضية القضايا كما ذكرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي قضية القضايا، القضية الفلسطينية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني.